تعال بس نتكلم شوية، هنتكلم على الثلاثة أربعة واحد اتنين اللي لعب بيها توماس توخل النهاردة. عندي مشاكل فنية مع الثلاثة أربعة واحد اتنين، خصوصا لما خط الدفاع بتاعك يكون فيه كريستيانسن وفيه مالانج سار وفيه ريس جيمس. ريس جيمس اللي كان بيلعب النهاردة ناحية اليمين تحت، لأن اللي كان بيلعب ظهير كان سيزر أسبليكويتا. سيزر أسبليكويتا، أمال أنت فاكر إن سيزر أسبليكويتا كان بيلعب تالت تحت وبعد كده طالع وقدر إن هو يعمل واجبات هجومية من تحت خالص ويروح ياخد العرضية بتاع الهدف التاني إزاي؟ لا، سيزر أسبليكويتا اللي كان بيلعب ظهير وكان بيلعب تحتيه ريس جيمس. ونص الملعب روبرت لوفت الشيك اللي قدم مباراة عظيمة جدا قدام كريستال بالاس في كأس الاتحاد، وطبعا نجولو كانتي، والناحية التانية ماركوس ألونسو، موسم مونت، لوكاكو، تيمو فيرنر. أنا عندي مشكلة مع التركيبة دي دفاعيا في مشكلة كبيرة جدا بدأت تظهر. إيه هي؟ غياب روديجر فارق جدا، وغياب تياجو سيلفا فارق جدا جدا جدا. تمام، روديجر مش هتجدد له، مع اندريس كريستيانسن بسم الله ما شاء الله مخلص مع برشلونه، ومع ذلك بدات بيه النهارده. فكانت فكره غريبه، فكره ان روديجر مش موجود، ممكن يكون مصاب، ممكن يكون موقوف، بس انا بصراحه ما لقيتش الراجل مصاب ولا لقيت الراجل موقوف. الراجل كل مشكلته ان هو بيحاول يدور على نادي جديد. طب خط الدفاع، روديجر مش موجود، خط الدفاع عامل ايه؟ انت اتفرجت على خط الدفاع صح؟ اتفرجت على الهدف الاول، ايه رايك في الباصه العالميه اللي عملها اندريس كريستيانسن؟ هتقول لي مراته كان عمل اختها قدام كريم بنزيما، هقول لك تمام، ده كريم بنزيما مش ادوارد انكيتيا. ده كريم بنزيما ممكن تخاف منه عادي لانه كان موفق ومسجل عليه جونين، انما ده ادوارد انكيتيا وجاي من تحت خالص. يعني دي ربع باصه حرفيا. والله ربع باصه اللي عملها اندريس كريستيانسن. ده غير ان انت اساسا بدنيا واقع. وبتلعب قدام فرقه كل ميزتها ان هي بتعرف تلعب زون ديفنس كويس قوي، وبتحاول ان هي تعتمد على المرتدات وتعتمد على السرعات اللي هيكونوا موجودين في الخط الامامي عندها. يعني بال 4 2 3 1 اللي بيلعب بيها السيد ارتيتا بيعتمد فيها على انطلاقات ايميل سميث راو ناحيه الشمال، وبيعتمد على بياكو ساكا ناحيه اليمين. يعني الراجل كده هيشتغل بس ببياكو ساكا وبايميل سميث راو ومارتن اوديجارد، وهيحاول ان هو يغطيهم بالنني. انني برضو اللي هرجع تاني وتالت ورابع واقول ان هو من اكتر اللعيبه اللي بيعرفوا يطلعوا بالكره من تحت ضغط الخصوم هو محمد النني. عارف ان جماهيريه النني مش عاليه قوي، بس النني النهارده عمل مباراه مميزه جدا. النني عمل مباراه مميزه جدا بالنسبه للعيب بيغيب وبيرجع على فترات. النني كان مميز جدا النهارده. النني قدم مباراه عظيمه جدا بالنسبه للاعب ما بيلعبش كتير، بالنسبه للاعب بيكون موجود في الماتشات الكبيره بس، لان ارتيتا عنده يقين ان النني وجوده بيكون مهم في الماتشات الكبيره بجانب الاسطوره الحيه شاكا. شاكا للامانه عمل عظمه في لقطه الهدف الثاني، ولقطه الهدف الاول كان غلط من شاكا للاسف، وفي فاول ممكن يكون لازم يتحسب على الهدف الثاني اللي جه لتشيلسي. بس الامانه المباراه كانت ممتعه جدا، والريتم كان سريع جدا، وكلنا كنا واثقين ان تشيلسي هيقع بدنيا جدا. والله كلنا كنا واثقين ان تشيلسي هيقع بدنيا وهينهار بدنيا. بعد الهدف الاول تيمو فيرنر قدر ان هو ياخد كوره من تشاكا ويسجل، تخبط في قلوب الدفاع هولدنج وجابريال ماجاليس، وبتغير اتجاهها وتروح على بيردلينو. 1-1 خلاص، بقى التقدم بتاع ارسنال راح. هل تشيلسي هيكمل في نفس النسق الهجومي؟ تشيلسي كمل فعلا في نفس النسق الهجومي، بس تشيلسي كل ما بيطلع هاجم بيلبس جول. ليه؟ لان خط الدفاع بتاعه سيء. خط دفاع تشيلسي كان سيء جدا، خط دفاع تشيلسي كان رهيب جدا من نوعيته، انه بس انه مش اي حد بيعدي نص الملعب بتشكل خطوره على تشيلسي. ده مش خط دفاع، ده كان خط دفاع سيء جدا، خصوصا بوجود اندريس كريستيانسن في الشوط الاول. اللقطه بتاع الهدف الثاني قدر يستغلها ايميل سميث راو في اهداف تقدر تقول عليها كده ان هي بقت ماركت لايميل سميث راو. سميث راو بيعرف كويس قوي ان هو يخش في وسط الزحمه ويشوط، تلاقي الكره راحت بطيئه بس بعيده قوي على ادوارد ميندي. الموضوع بيبقى مستحيل بالنسبه لحارس المرمى ان هو يقوم بعد ما الكره غيرت اتجاهها. فالاهداف دي من الاهداف اللي هي بتشل حراس المرمى، بس بتكون اهداف ممتعه في نفس الوقت في الملعب. ندور بقى على تشيلسي. تشيلسي قدر ان هو يسجل من كره عرضيه عن طريق موسم مونت للاعيب زي سيزر أسبليكويتا. زي ما قلت لك أسبليكويتا كان بيعمل واجبات هجوميه، قدر ان هو يسجل الهدف الثاني وسط لعيبه ارسنال بيقولوا ان الكره فاول، واعتقد ان الكره كانت ممكن تتحسب فاول عادي. يلا بقى تشيلسي هيخش بقى يسجل التالت. خلاص المفروض ان الشوط التاني هيبدا بقى. تشيلسي خلاص غير اندريس كريستيانسن الكوخ ده ونزل تياجو سيلفا الخبير، يلا يا جماعه بقى هنسجل الهدف التالت. طب ما تنزل حكيم زياش وتطلع لوكاكو وتخلي موسم مونت موجود سترايكر بجانب لعيب زي تيمو فيرنر، او طلع موسم مونت وطلع كمان لوكاكو ونزل حكيم زياش ونزل كايا فيرتز. لا، احنا هنأخر تغيير حكيم، هنأخر جدا تغيير حكيم، وهنأخر جدا تغيير لوكاكو، مع ان لوكاكو مش شايف قدامه، لوكاكو سيء جدا، لوكاكو حرفيا جوه الملعب ملوش اي 60 طلب. غير يا عم لوكاكو،
لوكاكو مش مشكل خطوره على خط دفاع ارسنال، غير لوكاكو. لا مش هغير لوكاكو لحد ما بنشوف كلنا لقطه الهدف الثالث اللي مسخره حرفيا بالنسبه لخط دفاع بتاع فريق كبير كان المفروض ان هو ينافس على الدوري. ده هدف فضيحه بجد، هدف غريب جدا، هدف عباره عن حنكشه بصل تحت، تياجو سيلفا بيبصل تحت، ده بيخش يشلت ملانج سار، بيخش يشوط في ادوارد نكيتيا، نكيتيا بيلطش، هدف ثالث. خلاص بقى ترجع تجري على الماتش، ترجع تجري على الماتش ايه؟ انت اللعيبه بتاعتك بدنيا حرفيا مش قادرين يمشوا، فهترجع تاني تجري على الماتش ازاي؟ طبعا كاي فيرتز نزل بعد الهدف مباشره مكان لوكاكو، والناحيه الثانيه جابرييل مارتينيلي نزل مكان ادوارد نكيتيا، وسيدريك سواريز نزل مكان ايميل سميث راو، بحيث ان هو خلاص بقى انا هامن دفاعيا. وارتيتا في الحاجات دي ما بيهربش، ارتيتا اول ما بيسجل في نهايه المباراه وبيحس ان اللعيبه بتاعته خلاص هجوميا استنفذت بدنيا، خلاص يلا بصوا يا جماعه احنا مش هنهاجم بقى، وهنلعب زون ديفنس بخمسه تحت، اللي هو الله 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 على العظمه. بس بصراحه هو عارف يعمل الكلام ده كويس، وعارف يعمل الكلام ده كويس قوي. يعني هو كان بيبدا بدايه المباراه ببن وايت، بن وايت ناحيه اليمين، بيحس ان هو مش هيعمل واجبات هجوميه، في حين ان الناحيه الثانيه كان المفروض ان هو عاطي ادوار لنونو تافاريز هجوميه، فكان المفروض ان في كل كوره في ثلاثه واقفين تحت، في جابرييل ماجاليس، وفي روب هولدنج، وفي بن وايت. بن وايت اللي كان موجود ناحيه اليمين علشان خاطر يقابل لعيب زي ماركوس الونسو، ودي بصراحه كانت فكره حلوه بالنسبه لارتيتا. ارتيتا حطه في الماتشات الدفاعيه، الماتشات الدفاعيه تلاقي فيه عظمه بتطلع منه، انما الماتشات اللي المفروض ان هو بقى يهاجم ومفروض ان هو يعمل استحواذ مش هتلاقيه فيها. هو بيعرف يفكر قوي كرد فعل، مميز جدا في حوار رد الفعل ده. ولما عمل التغيير ده علشان خاطر يدخل بين وايت مع جابرييل مع هولدنج، ويودي سيدريك سواريز ناحيه اليمين، سيدريك برده لعيب مميز بالادوار الدفاعيه، فخلاص اتقفلت تمام بالنسبه لتشيلسي. تشيلسي اللي بقى مجبر ان هو ينزل حكيم زياش مكان ماركوس الونسو، حكيم زياش نزل مكان ماركوس الونسو. وطبعا كنا شفنا لقطه ضربه الجزاء اللي ادوارد ساكا عرف ياخدها بصياعه من سيزار ازبيليكويتا. انا وجهه نظري ان الكره فاول لتشيلسي، الكره فاول لتشيلسي، بس طبعا في فار اكد ضربه الجزاء، وفي ناس كتير قوي شافت ان الكره لما تعادت من الزاويه اللي ورا الجون ادوارد ساكا هو اللي ماسك ايد سيزار ازبيليكويتا. بس بصراحه ارسنال ياما ظلم تحكيميا كتير، يعني ارسنال بقاله كتير الجولات اللي فاتت بيتظلم قدام ساوثهامبتون قدام برايتون، فارسنال بيتظلم كتير تحكيميا، فما جاتش على ضربه الجزاء يعني هي اللي خلاص يعني هتغير معايير الكون. عادي يا عم، ارسنال بقول لك بيتظلم كتير قوي، جت على ضربه الجزاء بتاعتنا دي. فصراحه ارسنال يستحق انه يكسب، ارسنال قدم مباراه عظيمه، لانه دي مباريات الارسنال بيعرف يأديها مع مايكل ارتيتا، دي الماتشات اللي ارتيتا بيعرف يكسبها. وطبعا نهى بالقيدوم الكسندر لاجازيت مكان بيوكو ساكا، علشان حرفيا بيوكو ساكا خلاص يعني اللي هو شل الملعب كله. فوز مهم لارسنال علشان خاطر ارسنال يرجع في موضوع المركز الرابع ويبقى موجود بقوه في موضوع المركز الرابع، وخساره بالنسبه لتشيلسي، جرس انذار، جرس انذار لافكار السيد توماس توخيل الدفاعيه، وجرس انذار بمناسبه الدفاع ان انت محتاج تدور على صفقات دفاعيه وتدور على تدعيمات دفاعيه، بس هتدور ازاي على تدعيمات دفاعيه وانت مش عارف مين اللي هيشتري النادي اساسا؟ فكلها حاجات بصراحه بتكون صعبه انك تمنطقها، لان المنطق هنا بيبقى مش فاهم يعني بجد، اللي هو في مدافع عايز يجدد، مين اللي هتفاوض معاه بقى؟ مستنيين النادي يتباع علشان خاطر المدافع يتفاوض معاه. في حاجات كتيره في تشيلسي صعب انك تقعد تقول ان ده غلط وده طبيعي وده مش منطقي، ده غير اساسا ام الشعار الواطي بتاع كاس العالم، شعار كاس العالم ده لما بيتحط على تيشيرت اي نادي في العالم بيجيب له الفقر حرفيا. فكان الله فرعون مشجعين تشيلسي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو هذا رايك واحترم.